كشفت الشركة المنتجة لبرنامج المقالب 5 نجوم والذي تم عرضه في رمضان 2021 آخر تطورات في قضيتها مع الفنان مصطفى قمر، وذلك بعد أن أعلن مؤخرا عن وجود خلاف مع الشركة ولجوئه للقضاء بسبب عدم التزامها ببنود العقد والذي تشمل تصدره للدعاية، خاصة أن البرنامج تم تسويقه باسمه. وأكدت الشركة المنتجة في بيان لها أنها قامت بتوجيه إنذار على يد محضر بمبلغ 240 ألف جنيه لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة التي أقامها مصطفى قمر ضد الشركة والتي لم يتم إعلان الشركة بها وصدر بها حكم غيابي. وكشفت الشركة تفاصيل وبنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفى قمر، والتي تكشف من خلالها أن الفنان توجه لصرف شيكات نقدية أصدرت الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير 10 حلقات كاملة من برنامج 5 نجوم، وهي مبالغ تزيد عن حقه المالي، وأصدر بيانا ادعى فيه كذبا الأمور غير صحيحة. وأكدت الشركة أن قمر قام بالتوجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات 10، حيث قام بتصوير فقط 9 حلقات من أصل 10 حلقات، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ نقدية بالزيادة على تعاقده. وتحولت القضية من فرجة رمضانية إلى ردهات المحاكم، فمن ينتصر فيها؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.